حضرتك عن الزياره اللي تمت امبارح من مجلس اداره النادي الاهلي لمجلس اداره نادي الزمالك. دي لازم الروح اللي كانت تبقى المفروض انها تبقى بين الاهلي والزمالك، لان الاهلي والزمالك بيمثلوا قطبي الكره المصريه. برضه بتعمم للناس ان هو ما يبقاش فيه تعصب، يبقى في روح رياضيه اكتر بين اكبر فرقتين يعتبر في افريقيا. مجلس الاداره بتاع الاهلي حاجه تتحسب له ان هو بادر بالموضوع ده. والله يعني انا شايف ان دي حاجه كانت لازم تحصل من زمان، وده يدل على التصالح النفسي اللي ما بينهم. يعني الخطيب دايما تصرفاته كبيره تنم على انه قائد وشخصيه كبيره وروحه رياضيه طول عمره، فعاوز من رئيس نادي الزمالك كمان يقوم بزياره للنادي الاهلي، لان ده موقف اصلا ما كانش بيحصل قبل كده. اللعيبه اللي بتلعب في ارض الملعب دي اصلا زمايل وبيصالوا مع بعض وبيقعدوا مع بعض. ما كانش فيه الكلام ده خالص، كان في مشاكل صدر اكتر للجماهير، وفي توتر صدر للجماهير اكتر. ده خطوه ايجابيه جدا في طبعا مش هيبقى فيه الاستفزاز اللي ما بينهم، وهيبقى الدنيا اهدى شويه، مش هيبقى فيه تعصب، مش هيبقى فيه مشادات كلاميه ولا لفظيه ولا اي حاجه ما بينهم. لا هو الكسبان الجماهير، يعني نهدى تعصب شويه، يعني نساعد بعض شويه في ان احنا حتى لما نطلع افريقيا نبقى بايد واحده، مش فكره ان احنا بنلعب تحت مسمى واحد منتخب مصر، فدي حاجه كويسه. واحنا عايزين الكوره ننهض بيها ونشوف الدول الافريقيه اللي كانت ورانا بكتير دلوقتي وصل لمستوى اعلى مننا بكتير، لان في تخطيط. فاحنا عاوزين يبقى في تخطيط وفي عداله ومفيش مجاملات، وكل واحد بمجهوده وباسلوبه يقدر يدي الكرة المصرية، وفي النهاية بتنعكس علينا كمصريين ان احنا بنشوف منتخب قوي ودور قوي، وده ما يقللش من قيمتنا كمصريين وكمنتخب مصر. حصل على البطولة الافريقية 7 مرات، ده انجاز كبير ما فيش فريق لا عربي ولا افريقي قدر يحققه لحد دلوقتي. حسام حسن روح جديدة ودم جديدة للمنتخب. أنا مستني القرارات ده من زمن الزمن، من ساعة ما كان في الزمالك. لا هو ده كان رأي جماهير كتير جدا من زمان، يعني مش من دلوقتي. هو المنتخب اللي ناقصه الروح. وسيبوه يشتغل وادوا له الحرية، هيعمل منتخب كويس يعيد بيه أمجاد بوركينا فاسو اللي راح خد البطولة وكان أكبر واحد ورجع بهداف البطولة. حسام حسن مدير فني فاهم هو بيعمل ايه، مش مجرد موظف جاي يقبض بالدولار هيقضي موسم 2 وهيمشي، هيقضي بطوله مع المنتخب بطولتين ويمشي. حسام حسن مصري وفاهم. حتى حسن شحاته كان طالع في اللقاء بيتكلم في ان حسام حسن جدير بالمنصب ده، لان هو حماسي، روحه كويسه، عنده فكر شويه ان هو يقدر يشغل اللعيبه. ان شاء الله هتبقى تجربه موفقه ونديله فرصته، لانه مدرب ناجح برضه. هو عصبي شويه بس انا شايف العصبيه دي اوقات بتنجح. يعني انا اقولها لك وحاجه كده لله، لو هو اشتغل ومحدش اتدخل في شغله، قسما بالله قسما بالله قسما بالله 3 مرات، انه هيكون مكان جوهري حسن شحاته. هو ده والله، هو اسم عريق وليه اكسبيرينس يعني في الكوره كبيره طبعا، محدش يقدر يقلل منه، وان شاء الله يعني يكون خير لينا كلنا جميعا. يعني وليه احنا نروح ندفع الاف الدولارات لمدربين ما يقدرش يقرا الشخصيه المصريه قد المدرب المصري؟ هينجح ان شاء الله نجاح كبير. اتمنى ان حسام حسن وانا نفسي اسمعني يسمعني برضو، اقول له ربنا يوفقك، وان شاء الله يعني هيكون في حاجات كتيره جديده وكويسه وتطور معاك وادائك كويس. والله النجاح، يعني انا متوقع لحسام حسن ان هو هيعمل نتيجه كويسه وهتظهر في اقرب وقت باذن الله. باذن الله اتمنى النجاح، هو التوفيق من عند ربنا وهو يعمل اللي عليه والباقي على ربنا. والله النجاح والفشل ده بإيد ربنا، ولكن على الإنسان أن يجتهد.